أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام أهلا بكم في الدستور موتورز. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مع مفخرة الصناعة الكورية وحش السيدان كيا جراند سراتو 2020 توب لاين فابريك إكسلنت. ما شاء الله ما شاء الله 80,000 كيلو حالة الزيرو ما شاء الله. العربية فابريكا بالكامل ما عدا خدش فيه باب يسار هنا ما شاء الله. تنزل بمواصفات امان وسائل رفاهية. بصمة كيلس ستارت انجن صاروف مع سنسورز ABS وBD وESP وASR ومثبت سرعة مع العفشة الرياضية وجنوط ملونة 16 بوصة ما شاء الله. عفشة رياضية ما شاء الله على الحال ما شاء الله على الحال. فرش طبي فمي خلفي فمي جانبي فتحات تكييف خلفية. أداء مميز ونعومة من كيا جراند سراتو مع التصميم العميق مع ليد خلفي ما شاء الله. طبعا مفتاح دوار عن بعد. تحكم في الزجاج، تحكم في المرايا. موجود سنتر لوك والاي ميرور ما شاء الله. فرش طبي مع الصاروخ فتحة السقف. فتيس عندي السي في تي 7 سبيد. موجود سبورت مود درايف مود في الفتيس. ثلاثة أنظمة القيادة ايكونوميك وكومفورت سبورت مود. الدرايف مود اهوت ما شاء الله. وزن السيارة طن 331 كيلو جرام مع قاعدة عجلات 2.65 مع فتحة السقف. لو تكلم عن وسائل الأمان 2 وسائل هوائية 2 ايرباك مع الـ ABS والـ EBD والـ ESP والـ ASR مع تثبيت نظام تثبيت مقاعدة الأطفال. عندي سبيد كروز مثبت سرعة طالع مالتي ميديا وي بلوتوس. شاشة عن 8 بوصة معود سنسور باركينج حساس خلفي موجود بلوتوس ما شاء الله. هنا وسائل رفاهية ايو اكس يو اس بي شحن 12 فولت مع الايبود ما شاء الله. طبعا الخطوط في التصميم الامامي والاضاءة الليد موجود فوق لايتس ما شاء الله. هذه برشام الزيرو اتاكد من حاله دهانات الفتيس حاله الفريتو كامل ان شاء الله. نتكلم على الموتور 4 سلندر 130 حصان 16 سباب 155 نيوتن بي اكسلريشن 11.5 سلاك الوقود 6.9 6.9 ماخذ الوقود عندي 52 لتر. كده خلفيه الساعه عندي 400 لتر مع جوش سنسور باركينج. سيبنا المستخدم ما شاء الله. او بالي هنا برشام الزيرو اهوت دي كلها علامات بتدل على مدى فابريكه السياره كيا جراند سراتو 2020 توب لاين. انتظر تليفوناتكم 0-1234-1235 0-106-49-944-49 0-153-53-012 او متابعتنا على انستغرام فيسبوك تويتر لينكد ان تليجرام. وفي الختام وفي السماء ارسلكم هو ما توعدوا.